طيب، إلى خبر آخر، من خلال شبكة أشروق، زيادات مقدرة في مرتبات العاملين في الموازنة الجديدة. كشف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة مقدرة في مرتبات العاملين، ووجه بمعالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام. ودعا المجلس خلال استعراضه للموجهات العامة لموازنة الدوري العام 2020 للميلاد التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بالتركيز على موضوع الإصلاح المؤسسي ومراجعة الخدمة المدنية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في التنمية الاقتصادية ومعالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام. وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن الموجهات استهدفت بالبرنامج الإسعافي والأولويات العشر التي حددتها الحكومة، مبينا أن الموجهات ركزت على تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتوازنة والتي من أهم أهدافها خفض الفقر والتركيز على التعليم والصحة. وأبان أن العام 2020 سيشهد ارتفاع ميزانية التعليم والصحة وخفض الفقر، مضيفا أنه سيتم اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون. هذا بجانب التركيز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام وميزان المدفوعات والاستقطاب وموارد خارجية وداخلية جديدة وتفعيل دور القطاعات بل القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي. وقال وزير الثقافة والإعلام أن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة مقدرة في مرتبات العاملين كما أشرنا في المقدمة. يعني الخبر ده أعتقد المفروض يكون ده خبر العام يعني أو خبر الثورة المهم بالنسبة لكثير جدا من الناس، بتوري إنه المشكلة الاقتصادية دي واحدة من المشكلات اللي ظل يعاني منها الشعب السوداني، وأس المشكلة إنه في بون شاسع جدا بين ما يتقاضاه الموظف ومتطلبات السوق. لكن خلينا نركز في نقطة كبداية، برنامج الخزانة الموحدة، شو اللي كان بيمنع إنه يطبق هذا البرنامج وفوائده حتكون شنو مستقبلا يعني؟ ونعرف الناس به ولا برنامج الخزانة الموحدة ده هو يعني اصلا جاء لمعالجة التجنيب المادة الدسمة اعلاميا خلال كم 20 سنة يعني. ودائما يعني حتى النظام السابق بدا كان عامل نظام طرح النظام ده لكن عجز عن تنفيذه. الخزانة الموحدة انه كل الايرادات بتاعت الدولة تورد في بنك السودان وكل المصرفات تطلع من 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 بتاعه واحده. بفتكر ان هم ناس وزاره الماليه في برنامجهم اللي توضع البرنامج الاسعافي الفتره لحد شهر 6 الجاي، دي الفتره بتاعت الهيكله بتاعت النظام المصرفي وفتره حل حاله الضائقه الاقتصاديه، وبعد طوالي بيقوم بيبدوا في رفع الدعم و الإيرادات، لأنه حتى غير التجنيب اللي هو ده بيخص المؤسسات الحكومية في التهرب الضريبي، يعني تهرب واسع يعني الآن أضمن ضريبة بتصل للمواطن هي يا الضريبة التفضيلية يا الضريبة بتاعت البيشيت يعني بتاعت الموظفين اللي الناس هسه بيسوفها. وبالنسبة للمؤسسات كان في أيضا الحديث لوزير المالية المهم جدا قال إنه إحنا يعني اي دوله في العالم الاستثناءات بتكون اقل من الجبايات نفسها، اللي احنا الجبايات عندنا اقل من الاستثناءات، الاستثناءات كثيره جدا لجزء كبير من الشركات والمؤسسات يعني الأصل. وانت بتستثني من غير ما تعرف يعني الميزه شنو، دائما الاستثناء هو انت عايدك هيكون اكبر من العايد اللي انت ممكن ياخذه منك وانت، لكن كانت الاستثناء كانت في فوضى يعني. استاذ الشيخ تحدث ايضا عن الالفيه لتحقيق التنميه المتوازنه ومن ضمن اهدافها خفض الفقر والاهتمام بالتعليم والصحه، يعني هل من خلال هذا الحديث سوف يتم زياده النسب او العدد او النسب التي سوف تضمن في الموازنه العامه؟ كان من قبل في النظام البائد نسبه التعليم خصوص 2% او اكثر، يعني نتحدث عن الجانب الاهتمام اكبر بعمليه التعليم والصحه في الفتره. هو حسب برنامج الاسعافي تفاصيله انه حتزداد الميزانيه يزيد الاهتمام بالتعليم الحكومي. التعليم الحكومي الان في بعض الحتات اصبح مهجور يعني، سواء كان من قبل المعلم او من قبل الطالب يعني، فحتزيد الميزانيات الوسائل التعليميه الصيانات،
وايضا حتزيد الميزانيات الموضوعه للصحه. ده يعني انه المؤسسات الحكوميه في الولايات في الاطراف في كده حتقدم خدمات اكثر للمواطن. انا بفتكر انه التعليم والصحه هن ذات اكبر عامل في مكافحه الفقر نفسه، يعني لانه انت الفقير ما بالضروره انك تشيل ظرف شهريا تدي له، لكن توفر له تعليم سهل ويتعالج وكذا كذا، بعد ذاك ممكن يعني عبر التعليم الابناء هم ممكن يغيروا الواقع. يعني الواقع. من خلال الخبر الرئيس والعنوان يعني زياده المرتبات في المؤسسات عموما يمكن ان تشمل هذا الجانب، انه زياده النسبه في الموازنه العامه سواء كان للتعليم او بعض الخدمات الاخرى والمؤسسات الاخرى. زيادة الراتب رغم انه عندنا مربوطة دائما بالسوق، انت كنت داري انت في دوبة طبعا لانه رغم انه زيادة الراتب دائما السوق بيقوم بزيد معاه، لكن نتمنى انه يصحبها لانه في المرحلة الثانية المرحلة اللي بعد شهر 6 هم حيولوا اهمية كبيرة جدا للسيطرة على سعر الدولار وسعر الموازي وتوحيد سعر الدولار ايضا وتحويله من سلعة في ذاتها الى وسيلة يعني لل نعم. فإذا زادت المرتبات في نفس الوقت ده ممكن نحن نستمتع في هذه الزيادة. في يعني بس تعديل بسيط كذا يا حمزة، زيادة المرتبات في المؤسسات ما عموما الحكومية. المؤسسات الحكومية.